السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا رب العالمين، نسألك إيمانا صادقا، ونسألك اللهم علما نافعا، ونسألك اللهم عملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اقض لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قولوا جميعا أمين. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم إلى حلقة هذا اليوم، والتي نريد أن نخصصها إلى عهد جديد نبدأه في هذه الحلقات الدينية والتربوية والاجتماعية في إذاعتنا ميد راديو. إن شاء الله تعالى نبدأ عهدا جديدا سيكون فيه تأكيد أكثر للمرجعية الإسلامية الدينية، وانتصار للقيم الإنسانية، وتشبت بالروح الوطنية. سنبدأ إن شاء الله تعالى عهدا جديدا سيكون مكثفا فيه القرآن العظيم تفسيرا وتدبرا وفهما وتنزيلا على أرض الواقع. سنعيش بإذن الله تعالى طولا وعرضا مع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه معنا يعيش بين أظهرنا، يوجهنا ويعلمنا ويثبت أقدامنا. سنبدأ إن شاء الله تعالى عملا صادقا لخدمة القضايا الوطنية الكبرى التي تعيشها بلادنا. سنعمل جميعا على تعزيز الوحدة الوطنية في بلادنا. سنعمل إن شاء الله تعالى على المساهمة في النقاش لحل المشاكل المعضلة في القطاعات الحيوية بالبلاد، في قطاع التعليم وفي قطاع الصحة وفي قطاع التشغيل وفي قطاع القضاء وفي قطاع الإسكان وفي قطاع المعيشة كلها. سنعمل بإذن الله تعالى على فعل الخير. وأريد أن أخبركم أيها الأحباب الكرام، لقاءاتنا ستكون تقريبا يومية بدءا من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. الثلاثاء إن شاء الله كل ثلاثاء على الساعة 8:15،
من قبل كنا برنامجنا كان على الساعة 9 مساء، دابا الآن كل يوم من الساعة 8:15 سنبدأ يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. من 8:15 إلى 10:15 ويوم الجمعة، هذا اليوم المعظم لأنه عيد المؤمنين، سيكون لي معكم لقاء مباشر في هذا الصباح في الدين والحياة، وأيضا في المساء. في المساء كل يوم جمعة على الساعة 7 إن شاء الله. ماذا سيكون هذه اللقاءات؟ اللقاءات ستكون تناقش كل قضايا المجتمع، ولكن سنضع القرآن العظيم عن أيماننا، ونضع سنة النبي المصطفى عن شمائلنا، ونسير قدما نحو الخير والفلاح. هذه الإذاعة المباركة نعتز بها. لماذا أنا أول ما جئت إلى هذه الإذاعة، أول ما جئت رأيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقولها لأول مرة وأبوح بها، أول ما جئت للعمل في هذه الإذاعة منذ حوالي 14 سنة، وكان عندي خيارات كثيرة أن أذهب إلى هنا أو هنا أو هناك، وكنت محتار واستخرت المولى عز وجل. رأيت رؤيا مباركة معظمة، رأيت على عتبة باب هذه الإذاعة، والشارع كبير كما تعلمون، شارع الإذاعة كبير، ميد راديو إذاعة الشارع الزرقطوني من أكبر وأوسع وأرحب الشوارع في الدار البيضاء. رأيته فارغا وكأن لا أحد يوجد فيه، ثم رأيت موكبا عظيما جليلا قادما مثل الموكب الملكي، لكن هذا الموكب لم يكن على سيارات ودراجات نارية، وإنما كان على خيول، وتلك الخيول تتقدم نحو هذه الإذاعة، فاندهشت، وكنت ألبس لباسا أبيضا بسيطا، فوقع لي اندهاش كبير، فإذا بي أرى أن هؤلاء الخيول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين، وجوههم فيها نور وفيها ضياء وفيها بركة، ويتقدمهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما هو في كتب السيرة النبوية مرسوما، كان طويل القامة عريض المنكبين مهاب الجانب. فلما رأيت سيدنا عمر فرحت وسعدت، فإذا بي سيدنا عمر يقول افسحوا الطريق افسحوا الطريق، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يفسحون الطريق، فإذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله على الصورة التي ذكرها علماء السيرة في كتب الشمائل والصفات، بعمامته ولحيته الكثة وأسنانه فيها الفلجة وبكل عيونه وحاجبيه وقامته وعمامته وهندامه، رأيته كما هو مرسوم عندكم علماء الحديث وفي كتب السير والمغازي والشمائل والصفات. فإذا بسيدنا النبي أمامي فأنحني فأقبل يده الكريمة، فيقول لي أثبت هنا أثبت هنا أثبت هنا على مقر هذه الإذاعة. وكان عندي خيارات كثيرة أن أذهب إلى هنا أو هنا أو هناك، لكن قال لي أثبت هنا. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيني بشارة، قال لي ستأتي عندي كل سنة إلى الحج، وفعلا مقع 14 سنة متتعان، معناها ليعرفون أنك تتعرف إلى الله. سنركز على معرفة الله في كل شيء، كل ما في الوجود يدل على معرفة رب الوجود. ولعل أول شيء نقرأ مثلا، يقول الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، الطعام قبل أن تأكل ينبغي أن تتعرف على نعمة الله وتعرف كرمه وجوده عليك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن صببنا الماء صبا وشأقنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا فيه دليل على التأمل في ملكوت الله. كل شيء سنركز إن شاء الله تعالى في دروسنا المستقبلية بإذن الله الواحد الأحد وتوفيقه على معرفة الله في كل شيء. نتعرف إلى الله تعالى في علم الأجنة، في طبقات السماء، في طبقات الأرض، في الجو، في البحر، في النهر، في الأشجار، في الحيوانات، وفي قضايا المجتمع. والقضية الثانية هي حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنركز على أننا نكون نسير نحو سيرته العطرة المستقيمة. سيكون أستاذنا ومرشدنا هو سيدنا النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسنعمل بإذن الله تعالى على فتح النقاش مع جميع أبناء المجتمع
في كل القضايا المطروحة بإذن الله، وسيكون عندنا نقلة نوعية إلى الأمام. سنكون إن شاء الله تعالى نعبد الطريق إلى أين؟ إلى الجنة. وسنعمل على نصرة قضايا أمتنا الإسلامية، وعلى نصرة قضايا وطننا المغربي، وسنعمل على نشر القيم الإنسانية الخالدة الذي علمنا إياه الإسلام. أول ما علمنا الإسلام علمنا أننا نسير نحو المحبة والمودة والتضامن والعمل على 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 الخير للجميع. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونركز على الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونحرص على الحوار مع الآخر. ربنا عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ونحرص على أن نعمل على 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 خلق دينامية كبيرة لنشر الفكرة الإسلامية والعقيدة الدينية في كل الاتجاهات. فربنا يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونريد منكم أيها الأحبة الكرام أن تشاركونا وتتفاعلوا معنا. في كل يوم سيكون هناك نبراس من القرآن العظيم ونبراس من السنة، نربطه بمشاكلنا اليومية، المشاكل النفسية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، وحتى المشاكل التي يتخبط فيها وطننا في قضايا كبرى نحلها ونساهم في النقاش. دائما المرجعية هي كتاب الله تعالى في يميننا وسنة النبي الكريم في شمالنا، ونسير على بركة الله. وأول ما نبدأ به في حلقة هذا اليوم نبدأ بالحديث النبوي الشريف الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه. وسوف ننتصر للسنة، لأن أعداء السنة الذين ينكرونها غايتهم هو أنهم يخلقون البلبل والفوضى في صفوف المسلمين. ننتصر للسنة. سيكون عندنا كل جمعة صباحا درس مع السنة. لماذا السنة بالضبط؟ لأنها قول النبي الكريم. وربنا عز وجل كل جمعة يرد الروح الطاهرة على جسد النبي المصطفى فيحيى. سيدنا الآن محمد الآن في هذا اليوم الجمعة هو حي حياة برزخية، وتبلغه صلاتنا وسلامنا عليه بأسمائنا وأسماء أمهاتنا. يوم الجمعة نركز على سنة النبي المصطفى وكأنه معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.